السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف داير دكتور؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك بنتي. لاباس الحمد لله. كيف داير؟ الله يطول عمرك بنتي. فرحانة بزاف ملي شد لي هذا النهار حط الله العظيم. الله يفرحك بدخول الجنة يا رب. آمين. حنا وياك دكتور. أنا دكتورة عندي شوية الحريق في الراس بزاف كيجيني. ولا عائلة ديالي الأم ديالي والأخت ديالي بغات تداعى معاها الشفاء حتى هي. وأنا دكتور كيجيني الحريق بسبب العينين، العينين ديالي شوية مرض يعني. وحنايا مشيت عند الدكاترة يعني وما لقيتش أنايا العلاج، كل واحد واش تيقول لي. الله يشافي ويعافي يا رب. آمين دكتور. وبغيت تداعى معايا وهاتي كان كنت مرض هكا في الليل كان مرض نزكي بزاف الليل وانا نزكي وما عرفتش من السبب. وبغيت تداعى معايا دكتور. بغيت تداعى معايا يا رب يا كريم. وشكرا بزاف على البرنامج. الله يحفظك بنتي إيمان. الله يشافيك ويعافيك. الله يشافيك ويعافيك. ميكون عندك بس ميكون عندك بس. الإنسان إذا كان مريض وكان كان يقوم الليل ويبدأ البكاء، البكاء هو مضيعة للوقت. أن تبكي على نفسك أو تبكي على حظك التعيس أو تبكي على نصيبك القليل، هذا فيه مضيعة للوقت. البكاء ينبغي أن يكون بين يدي الله. أبكي على الله تعالى خاشعا، إنسان يبكي على الله. أما أن يكون الإنسان مكسورا مهزوما ويبدأ في البكاء بالليل وكأنه غير حالته أو أنه يشعر بالضعف أمر طبيعي، الإنسان ضعيف. البكاء ينبغي أن نصرفه لله الله. نبكي من ضعفنا ونبكي عن أبكي عن الله. يا ربي أنت تدري ما وقع لي وأبكي له وأشكو له همي، إنما أبت حزني إلى الله. كما كان سيدنا يعقوب عليه السلام قصه الله في القرآن أنه اغرقت عيناه بالدموع ولكنه يبكي على الله ويصبر الصبر الجميل. قالوا ما هو الصبر الجميل؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الصبر الجميل هو أنني لا أشكو إلى الخلق وإنما أشكو فقط إلى الخالق. أبكي بالليل وأبت الشكوى إلى الخالق لا إلى الخلق. الناس اعتادوا أنهم يشكون إلى الخلق والخلق ضعفاء، وكل الخلق مهما على مقامهم يبقون ضعفاء ويبقون مستكينين. فالذي ينبغي أن يبكي ويشكو عليه هو الخالق عز وجل. طبعا ربنا أنزل الداء وجعل لكل داء دواء، فنلتمس الدواء عند الأطباء والمعالجين. لكن إذا تعذر فهناك طرق أخرى للعلاج. مثلا أختنا تشعر بصداع في الدماغ، تشعر ولا إيمان تشعر بالحريق في الدماغ. أحسن طريقة لعلاج صداع الدماغ وحريق الدماغ ما هو؟ هو السجود. السجود واقترب. كل من عنده أذى في رأسه، عنده الشقيقة، عنده الحريق في الرأس، عنده الدوخة، كتجي أمراض غريبة ديال الغثيان أو ديال الدهول والهذيان في الرأس، ماذا عليه أن يفعل؟ إذا استعمل الدواء وما جابش نتيجة، هناك دواء السجود. السجود واقترب، وهذا مجرب عند الكثير من الصلحاء. فكم من أحد عنده مرض عضال في رأسه يكاد ينفجر، لا ينفع معه دواء ولم ينفع معه طبيب ولا ممرض ولا راقم، وإنما الذي نفعه السجود. أكثر من السجود، أعني على نفسك بالسجود، أسجد واقترب.
فأسأل الله تعالى أن يشافيك ببركة السجود. وحاولي إيمان في هذه الأيام من العشر الأواخر من رمضان أن تصلي لله كثير وتكثري من السجود، وكلما سجدتي أطيلي السجود، إطالة السجود. وأنت ساجد تشكو همك على خالقك وتمت حزنك إليه، وأنت ساجد قل يا رب إن رأسي هذا يكاد ينفجر، يا رب إني أشعر بألم فظيع، يا رب أريد أن لا أرفعه إلا وقد شفيت. أذكر أن امرأة كانت هنا في المذياع عندها نفس المرض، قلت لها نفس الجواب، قلت لها عليك بالسجود. فامرأة فيها النية وطبقت الكلام بحرفه، فكانت تقوم الليل وتسجد لله وتطيل السجود، ورأسها يكاد ينفجر، رأسها يكاد ينفجر. واستمرت على ذلك أيام وليالي، وفي ليلة من الليالي بينما هي ساجدة كالعادة وتطيل سجودها شعرت بأن رأسها التصق بالأرض، أرادت أن ترفع رأسها لكنه التصق بالأرض، كلما حاولت أن ترفع التصق، فقالت يا ربي ما هذا الذي وقع، أنا طلبت أن يكون رأسي خفيفا هذا الألم، فإذا بالرأس قد التصق بمقر سجوده. وبقيت هكذا لفترة طويلة تقريبا حوالي ربع ساعة أو زيادة وهي تقاوم، ولكن الرأس لاصق بالأرض. وبعد لحظة فتحت عينيها وكان البيت مظلما، فإذا بها ترى ما تحت الأرض. تقول لي هي والرواية عنها تقول والله رأيت خزائن الأرض، لما فتحت عيناي وجدت تحت الأرض ماء، وتحت الماء نارا، وتحت النار ماء، وتحت الماء نارا، حتى وجدت في أسفلها ذهبا ولؤلؤا وفضة ومرجانا وملكوتا لا يعلمه إلا الله، ورأيت وديانا من الأنهار من الذهب والفضة تنسكب، وهي عبارة عن آيات قرآن. رأيت الفاتحة مكتوبة بالذهب والفضة تنساب على جبال من ذهب ملكوت رائع، حتى أنها لا تريد أن ترفع رأسها. تقول والله أنا كنت كتقص رأسها وشي تحلم أم أن ذلك حقيقة، فكانت تعلم بأن ما تراه حقيقة. بقيت هكذا لفترة توان كثيرة وهي ترى هذه المشاهد، حتى امتلأ قلبها بالإيمان واليقين، وحينما رفعت رأسها ارتفع وذهب عنه الصداع، لكن امتلأ قلبها بالإيمان وباليقين، ورأت من ملكوت الله ما شاء الله أن يريها، فازداد إيمانها وصارت من الصالحات القانتات الذاكرات. فعليك للا إيمان بالإكثار من السجود. وأسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويدويك، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم الصحة والعافية وتمام العافية، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.